معذرة أن أتمنى أن أكون مثلك مثلا. هذه غبطة. هذا حق مشروع. هذه غبطة. غبطة. طب ما هي الغبطة؟ ما هي الغبطة؟ أن أتمنى أن أكون كفلان في العلم، في الدين. لا أتمنى زوال النعمة من عنده. أتمنى أن تزول النعمة من عندك. إليك. أو ألأم الحاسدين من يتمنى أن تكون مثله. لا أفهم. ألأم أنواع الحساد. نعم. أن تصبح أنت زيه. أوه. الله أكبر. تخيل العرب كان عندهم جماعة فريق من الحساد دي شغلتهم. نعم. شغلتهم يحسدهم يقول له تعال أنا عايزك تحسد نقد فلان. وهالحسد له أناس معينة؟ والعياذ بالله. أو كل نفس كل عين لا تحسد لا تحسد هكذا؟ لا في ناس متخصصة. سبحان الله. والعياذ بالله من أسوأ الأمراض. فالحسود يقول له أنت عايز إيه؟ يقول له أنا عايزك تحسد نقد فلان. يقول له بس أشر إليه. ينظر إليها نظرة يقول له يا غلام ائتني باللحم بلحمها جزء من لحمها واثق ما في بعد خطوات النقطة لا. إن الحسد ليدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر ليدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر يا الله بس إحنا لا بس إحنا إيه لا نعول على الحسد كثيرا ليه يعني ما نحطش حياتنا فلان اول ما يدخل عندنا الموضوع ينقلب وانا زوجتي اتخانق فيها ويحصل مشكله واضرب ابني عينه لا 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 احنا لو اكتشفنا له عين صفراء لا ما اذا اكتشفنا ان فلان كلما يعني او حسود بطبيعته او يظهر هذا عليه سبحان الله اذا ظهر لنا هذا فاول ما نشوفه كده نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله هذه تبطل الحسد ان شاء الله باذن الله ونكبر كما ورد في سوره الكهف ونكبر لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله او نكبر يعني من الحسود نفسه يقول هو الحسود هيقول الحسود يقول ازاي يا ابني الحسود هو شغلته كده الحسود شغلته يحسد طب واذا اراد انسان من نفسه الا يحسد احد هو نفس القضيه يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله كل ما يشوف نعمه كل ما يشوف نعمه لما يسمع مثلا ولد صغير كده حافظ القرآن ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله تبارك الله جميل. لما يسمع كده يشوف بيت جميل وما شاء الله لا قوة إلا بالله أما يعني منين هذا والعياذ بالله رب العالمين ولا نريد أن نخوض في قضية الحسد كثيرا أنه موضوع كبير لا الغبطة نعول عليها كثيرا إذا تمنيت هذه المؤمن يغبط اسمعها بقى المؤمن يغبط والمنافق يحسد هذه المقولة طب ماذا يصنع المؤمن إذا أعجبه شيء ماذا أقول اللهم ارزقني مثل ما رزقت فلان نحن نغبطك ولا نحسدك الله يرضى عليك الله يرضى عنا بالضبط المؤمن يغبط والمنافق يحسد لا اللهم اجعلنا من المؤمنين لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لا يعني 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 عايز تشوف للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله لأن اللي أعطى هذا المال هذا هو الباب لا الله يرضى عليك نسأل الله سبحانه وتعالى ليه هو أعطى له مال يعطيني أخي خزائنه لا تنفع أعطاه علم يعطيني وأتمنى له الخير وربنا يزيدني سبحانه ولا إن شكر أشكر ربنا على النعمة وبعدين لما ألاقي واحد مثلا رجل علامة أو رجل سبحان الله ثري بيوجه ماله للخير واحد حاكم صالح بيعمل خير ندعو له ونقويه نعم. ونقبل لا نحطمه نعم بارك الله فيك وفيك ان شاء الله والامن من مكر الله هذا مرض من امراض القلوب واحد والعياذ بالله رب العالمين ليس له لا في الصلاه ولا في الزكاه ولا عمل الخيرات تساله ازاي الحال الحمد لله تمام ايماني ما شاء الله يعني لو وزع على المسلمين المليار و300 كلهم يدخل الجنه ان شاء الله هذا امن من مكر الله ولا تجد امنا من مكر الله الا كل خاسر لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون والعياذ بالله لا إلا الأمن من مكر الله لمصيبة كبيرة من الكبائر مهما صنع العبد لا يأمن سبحان الله الصحابة الذين بشروا بالجنة ازداد خوفهم ما ازداد أمنهم أبو بكر الصديق كان لا آمن مكر الله تمام ولو كانت إحدى قدمين تمام قالوا متى الراحة يا عثمان سألوا ذي النورين متى الراحة قال عندما تصير رجل اليسرى بجوار اليمنى داخل عتبة الجنة بس هو الراحة